بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في دورة مايكروسوفت إكسل. في الدرس الفات اتكلمنا عن البيانات الرقمية، اللي هي البيانات دي طيب انا كملت الجدول براي للاستفادة من الوقت عشان ما نضيع الوقت في ملي بيانات ساكت. نخش مباشرة في درسنا اللي هو بيتكلم عن الديت فاليوز او القيم التاريخية او البيانات التاريخية او بيانات التاريخ كده. يعني هنا في الصف ده اسمه الصف ده اللي هو اسمه الترويصة، دي الترويصة بتاعت بياناتنا كلها هنا. طيب عندنا بعض المؤشرات للبيانات التاريخية او للتاريخ هنا، جانوري فبروري مارش، وانت ماشي يعني الزول اللي بيجي بيلقى مكتوب هنا جان فيب مار ممكن ما يكون عارف انه ده تاريخ. طيب عشان نحول الكلام ده لتاريخ مكتمل بنعمل شنو؟ نجي الخلية دي نضغط دبل كليك، بنلاحظ يعني كده يمكن التعديل في محتوى الخلية. طيب عشان نعدل في محتوى الخلية نحولها لتاريخ، مثلا بقول شرطة 2018 انتر. شايفين اتحولت كيف؟ بقت جان شرطة 18. نجي لفبروري برضو نضغط عليها دبل كليك ونكتب شرطة 2018 انتر. نفس الطريقة نجي لمارتش دبل كليك ونعمل شرطة 2018 انتر. طيب لسه برضو التاريخ ما زال فيه غموض، يعني لو جاء واحد غير نشاف الخلية دي اول ما يعيلها كده بلقى مكتوب عليها جان 18 فيب 18 مار 18، ربما ما يكون عارف انه ده تاريخ، ممكن دي اكواد ان احنا خاتلنا. عشان نقوم نحولها لتاريخ بنعمل شنو؟ نضغط على جان ونسحب لحد ما نصل مارتش. طيب بعد كده نجي لقائمة هوم ونجي نلقى هوم مكونة من مجموعة من الأجسام اللي هي فونت الاينمنت نمبر ستايل وانت ماشي. اللي بيخصنا هنا الجروب او القسم بتاع نمبر، بنعمل شنو؟ نضغط هنا في كلمة كاستم دي في السهم الصغير، نضغط بتنزل معانا قائمة، ننزل تحت في اخر القائمة نختار مور نمبر فورماتس، بيظهر معانا مربع الحوار ده من التاب نمبر. نجي نضغط على كاستم، تلقائيا بيكون مختارين التاريخ MMM شرطة YY اللي هي هنا 3M شرطة 2Y. طيب انا عشان اقوم احول التاريخ ده يعني لتاريخ مقبول او اي واحد مجرد ما شايفه يكون عارفه تاريخ، بعمل شنو؟ هنا عندي 2Y، ما علي الا اضغط على حرف الواي مرتين من لوحة المفاتيح واقول اوكي. شايفين كده التاريخ اتحول لجان 2018 فيب 2018 مارش 2018، وكده ده واضح انه تاريخ. بكده نكون دخلنا بيانات تاريخية وعدلنا فيها، وكده نكون وصلنا لنهاية درسنا لليلة. تنبيه بسيط يا جماعة، يتمرنوا كتير على الحاجات اللي اخذناها دي عشان ترسخ اكتر، وما تنسونا من صالح الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.